انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. انطلاقاتنا تستمر بأشواط الانتاج والمنتجين. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوط الجعدان اللي جاية المهجنات الأصايل، شوطنا 17 يحمل هذه الانطلاقات وهذه التحديات. مباشرة نتقدم مع هذه الأسماء، أتقدم مع الصدارة والمركز الأول مقدمة هذا الشوط، أتابع مركزنا الأول يحمل اسم في هذه اللحظات. المركز الاول مجد على المركز الاول، صالح بمخيط بن مسلم بن طاسة العامري يتقدم ويقدم مجد على المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني شعار مصدر لسعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين لعلي بن راشد بضبيع الكتبي. المركز الرابع برق سعيد بن حبيب بن شميل الخاطري قادم مع برق على المركز الرابع. المركز الخامس ياتي ويتقدم في هذه اللحظات شعار عامر بن علي بن عامر بن طفله المري يتقدم مع أشاوس القادم على المركز الخامس. أشاوس يأتي في هذه اللحظات. نتابع المركز السادس من الجانب الآخر، شكل فريد يتقدم على أرضية ميدان المرموم. هذه والتقدم في هذه اللحظات من الدباوي القادم، الدباوي محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري يقدم الدباوي. ناخذ المركز السابع، المركز السابع عندك يا بن ثعلوب قادم مع مداهم، مداهم مداهم القادم في هذه اللحظات. سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي يتقدم على المركز السابع. المركز الثامن سمهوي سعيد بن راش بن حميد الدرعي قادم مع سمهوي يقدم انتاجه في هذه اللحظات على المركز الثامن. تاسع المراكز شعار بن كليب ممثل هل المدام الدايم يتقدم في هذه اللحظات مع مدلل، مدلل يقدم عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي قادم. المركز العاشر مقفي القادم لحمد بن راشد بن حمد بن غدي الكتبي. هكذا هي النتيجة، ندان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة ما شاء الله والحاضرة في انطلاقة شوط المهجنات الأصايل بأشواط الإنتاج والمنتجين. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. مجد الباحث عن مجد باحث عن الانتصار، صالح بن مخيط بن مسلم بن طاسة العامري يتقدم على المركز الاول. من الجانب الاخر قادم اشاوس لعامر بن علي بن عامر بن طفله المري. والمركز الثالث الدباوي قادم، الدباوي لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري يقدم الدباوي. بن ثعلوب، بن ثعلوب وصل في هذه اللحظات مع مداهم، بدا يداهم سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. بنقول الثنين كيلو متر ما تبقى عن خط النهايه. المركز الرابع ياتي مصدر لسعاده محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي وبن طاسع المركز الخامس يقدم مجده. ناخذ المركز السادس، المركز السادس ياتي برق القادم، برق لسعيد بن عبيد بن شميل الخاطري يقدم برق. بن كليب قادم ويقدم انطلاقه مدلل، مدلل القادم، مدلل القادم عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي والقادم كذلك والمتسلل. هذا سمهوي سعيد بن رغش بن حميد الدرعي يقدم سلالة سمهوي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وتابع المركز التاسع شعار شاهين علي بن راشد بن ضبيعة الكتبي. والمركز العاشر ياتي الشبابي لسعيد بن سالم بن حمد العويسي. هكذا هي النتيجة.
لهذه الأسماء لهذه الشعارات المتقدمة والحاضرة، لكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. ما شاء الله بن ثعلوب، بن ثعلوب على المركز الأول، داهم الصدارة، داهم واقتحم الكيلو متر الأخير. روح يا بن ثعلوب، روح للقطاع الجنوبي، يتابعونك المصانع الجنوبية بنتاجهم الفاخر، يتقدمون. سالم بن ثعلوب، بن سالم الدرعي، عصاف الابطان مداهم، عصاف الابطان. المركز الثاني الدباوي قادم، محمد بن عبيد بن علي بن يزر بن عمري بن كليب، بن كليب قادم مع مدلل القادم، بن كليب ممثل اهل المدام الدايم، وابن طاسه العمري قادم مع مجد. يا هي معركه، يا هو تحدي، يا هو انطلاق ما بين بن ثعلوب الدرعي وما بين بن كليب هنا مع مدلل. يلا يا راعي مدلل، اللحظات الاخيره، عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي القادم مع مدلل، اللحظات الاخيره ما بين مداهم ومدلل، مداهم ومدلل. هل المدام، هل المدام وهل القطاع الجنوبي؟ اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره، ما لها الا بن كليب، ما لها الا ممثل هل المدام الدايم اللي عودهم دايما بالناموس، اللي عودهم دايما بالسلامات. مدلل وانت تدللت على المقدمه، روحت بناموس هذا الشوط الى اهالي المدام، الى اهالي المدام، الى بن كليب الناموس. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي. المركز الثاني وصل على المركز الثاني مداهم لسالم بن ثعلوب الدرع. المركز الثالث وصل الدباوي لمحمد بن عبيد بن يزر بن عمرو. المركز الرابع، المركز الرابع مجد اللي وصلنا لصالح بن بخيت بن سلم بن طاس العمري. المركز الخامس مشوش لسلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي، هذا شعار بن ميرين اللي وصلنا على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة مع التوقيت وساعة وصول هل المدام وممثل هل المدام الدائم شعار عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي، والتوقيت في الخمسة كيلومترات. مدلل ما شاء الله، هو التوقيت زمني وساعة وصوله. نتابع في هذه اللحظات ساعة وصول مدلل، 7:37، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مدلل عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي. المركز الثاني 7:38، جزء واحد من الثانية، هذا مداهم لسالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. المركز الثالث، نتابع المركز الثالث مع التوقيت في هذه اللحظات على شاشة دبي ريسينج. 7:41، 4 أجزاء من الثانية، هذا الدباوي لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. تهانينا والناموس للجميع.